من الذي يتولى دراسة الملف وإعداد ملف الانضمام؟ من؟ البنك المركزي؟ هل البنك المركزي الآن بكفاءات مفرغة بما يكفي لغرض دراسة هذا الموضوع والانضمام؟ هذا واحد. رقم اثنين، هل أنه في وزارة المالية؟ هذا اثنين. هل في وزارة التخطيط؟ لا. المشكلة هذه مثل ما ذكرت لك وزارات ما عدها، ولذلك هي أبسط شيء شو تقول؟ ما يفيدنا أن تركها وتترك الموضوع لأن هي غارقة في مشاكلها. لكن احنا عندنا دولة وعندنا رئاسة وزراء، رئاسة وزراء تتبنى تأسيس هيئة أو مو هيئة، لجنة مختصين كبار لدراسة وإعداد ملف الانضمام بالتشاور مع الجهات ذات العلاقة في الدولة وفي الحكومة. هذا راح يساعدنا. زين، إذا انضمينا وفق الرؤية الحالية أنا 100% أتفق مع الدكتور، ما راح نستفاد. ليش؟ الكفاءات الموجودة سوف لن تكون مساهماتها أكثر من حضور مؤتمر العام والاستمتاع بالأسبوع السفر ومشاهدة ما مشاهدة، لكن هل ستذهب بملفات معدة للاستفادة لمشاركة الاستثمار؟ هل ستبحث من خلال البنك على الفرص الاستثمارية لزج العراق بها وتشغيل جزء من أمواله حتى تحقق لنا عادات بالمستقبل؟ أنا متأكد لا. ليش؟ لأن الناس اللي بالهيكل الإداري احنا نعرف تعيينهم اجى بأي طريقة، وهؤلاء غير مهيئين لا لدراسة ملفات عالمية تعد وفق المعطيات الحديثة في التكنولوجيا ولا التواصل معها بشكل جيد، وبالتالي يعني نفقد الفرصة الاستفادة.